رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى استغلال البرازيل. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا في العاصمة عدن مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة. مجلس الوزراء يعقد اجتماع في عدن ويتخذ عدد من القرارات. الأمين العام لمحل حضرموت يبحث سبل تنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة للمتضررين من طلاب المدارس. مجلس حضرموت الوطني خلافات علنية وصراع السيطرة بين الإخوان والمؤتمرين.